حضرتك بقى جايبني من المنيا عشان اجاوب تاني على نفس الاسئله اللي جاوبت عليها 100 مره قبل كده؟ ايوه يا استاذ طارق، عسلية دي محكومه لها ب 10 سنين سنه سجن غيابي، ومتهمه في 3 قواضي، نصب واحتيال وتعدد ازواج وسرقه. دي السرقه دي اللي هي سرقه دهب فلوس يا باشا، ولا هي سرقه حد تاني؟ ايوه محروس، مش انت عامل لها محضر سرقه؟ اه. طب هو ده المحضر. علي عبد التواب اسماعيل خرج النهارده من السجن، ده المفروض جوز اخت عسلية. لما تعددت الاتهامات حوالين عسلية احنا دورنا عليها هي واختها، وللاسف ما لقيناهمش، بس اعتقد علي ده خط كويس ان هو يوصلنا ليهم. حضرتك تقصد ان ممكن عسلية واختها يبقوا على اتصال بيه؟ ممكن طبعا، المساجين بيتكلموا في السجن عادي، واحنا كده كده مراقبين علي. يعني انتوا يا باشا راقبتوا المكالمات بتاعت علي دي جوه السجن؟ لا طبعا، لان الاتصالات دي بتبقى غير رسميه واحنا مالناش سيطره عليها. احنا اللي حضرتك بتقوله ده مجرد احتمال. اكيد. بص يا استاذ طارق، كده كده انت متوصي عليك، والتوصيه دي مكلفاني ان انا اطمنك واقول لك ان القضيه لسه شغاله وما اتقفلتش، واحنا شغالين عليها وبنحاول نوصل لعسليه. طب يا باشا الاستاذ طارق في ناس موصيه عليه، انا محدش موصي عليا، وبقالي سنتين ونص بيتي مخروب وانتوا لسه ما لقيتوهاش، اعمل ايه؟ استاذ محروس، البلد اللي احنا فيها دي كبيره قوي وزحمه قوي، وزي ما عسليه قدرت تعمل كده في اسكندريه وفي المنيا، اكيد وصلت لناس تانيه دلوقتي وبتعمل معاهم نفس اللي حصل معاكم انتوا الاثنين. احنا دلوقتي بنتابع علي وبنتمنى ان احنا نوصل لحاجه. الموضوع متوقف لان يحصل لها حادثه، يحصل اي حاجه توصلنا ليها. الموضوع في الاخر يا جماعه مبني على المصادفه. انا اسف ان انا صريح معاكم. يعني ايه؟ مفيش اي حاجه في ايدينا نعملها؟